عمران، حيث بارك أبناء قبائل مديريات جبال عيال يزيد والسود تشكيل المجلس السياسي الأعلى، وأعلنوا النفير العام لمواجهة العدوان ورفض الجبهات بالمال والرجال. تلقى التحالف العبري الذي تقوده المملكة السعودية ضربتين قويتين خلال الأيام الماضية، الأولى الاتفاق السياسي بين القوى الوطنية الممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، الثانية عودة عقد جلسات مجلس النواب السلطة التشريعية بالبلاد، إضافة إلى الانتصارات الساحقة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود، مما جعلها في تخبط وهستيريا عجائزية تقوم بضرب المنشآت العامة والخاصة وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ تحت مبررات وحجج واهية عودة الشرعية المزعومة. الشعب اليمني صاحب الشرعية وكلمة الفصل يخرج كل يوم في الميادين يعلن مباركته وتأييده الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد. واستمرارا لذلك التأييد الشعبي لأبناء اليمن الأحرار، خرجت اليوم قبائل مديريات جبل عيال يزيد والسوط محافظة عمران في حشد جماهيري كبير لتعلن للعالم أجمع تأييدها ومباركة الاتفاق السياسي. هذا اليوم نندد بالعدوان السعودية الأمريكية الإسرائيلية الغاشم، ونبارك الخطوات السياسية التي أقدمت عليها قيادتنا السياسية بزعامة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة. فنقول لهم نحن وراءكم قبيلة جبل عيال يزيد وقبيلة السود بكافة أطيافها السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني تقف وراء هذه القيادة الحكيمة. جينا لهنا مشايخ وأعيان جبل عيال يزيد ومشايخ الصوت، ونعيد ونبارك للمجلس السياسي الأعلى. بارك ونؤيد الاتفاق السياسي التاريخي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية الأخرى وانعقاد جلسات البرلمان. أبناء مديرية جبل عيال يزيد والسود استنكروا استمرار ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، معلنين النفير العام والجاهزية الكاملة لرفض الجبهات بالمال والرجال. استنكر العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي قتل الأطفال والنساء والطلاب في المدارس وقتل الشجار والحجار وعدم كل مقدمات الحياة. خروج اليوم هو رسالة أولا للعدو النفير العام ورفض الجبهات بالمقاتلين الأبطال لما يقوم به أمريكا وإسرائيل من قتل لثروات هذا الشعب وقتل الأطفال في الأيام الأخيرة. هكذا هم أبناء قبائل اليمن جاهزون في كل الميادين سدا منعا أمام الغزاة، واليوم يرسلوا رسالة للأعداء والمنافقين إننا نحن الشرعية يا أغبياء البشرية. من مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، وليد الوادعي لقناة اليمن من اليمن.